بس ايه الكتاب اللي عايز تشتريه السنه دي من معرض الكتاب؟ خلونا نشوف ردود الناس ونرجع ليكم مره تانية. ايه الكتاب اللي حضرتك عايزه تشتريه الفتره الجايه؟ عايزه اشتري كتاب جنون اسمه الفراعنه للكاتب زي حواس. والله ما فيش كتاب معين، يعني هو انا لو اتوجدت في مكان فيه كتب هبص على المعروض قدامي وابتدي اشوف انا مياله لايه. الكتاب بيتكلم عن تفسير تفسير القران الكريم. والكتاب اسمه كانت هيرت مي، تمام، والمؤلف اسمه ديفيد جوجنز، تمام. هو بيتكلم يعني عن حياة شخص، هو ديفيد جوجنز بيعلمك ازاي تعتمد على نفسك اكتر. كتاب الصحة النفسية في صحة العقل، الكتاب ده لأحمد رمزي. الكتاب ده بيحكي عد ايه ان النفس تقدر انت تتحكم بيها بشكل كبير قوي، وتقدر ان انت تفهمها بشكل احسن، وازاي تقدر تتعامل بقى مع البشر في الموضوع ده. عايزة حاجة تخرجني من المود اللي احنا فيه ده، فعايزة يعني اشوف كتاب حاجة رومانسية، حاجة يعني عن جمال الدنيا، حاجة تطلعنا من السلبيات اللي احنا فيها دلوقتي، وحاجة عن الطبخ لان انا بحب ما هو جديد دايما. كتب لغة الجسد والتقنيات النفسية للانسان وكده، ده فده بفكر فيه الفترة الجاية. الكتاب اللي عايز اشتريه الفترة الجاية عايز اجيب مقدمة ابن خلدون او حاجة لابن كثير. والله انا بفكر في كتاب اسمه ارض زيكولا، ده عجبني جدا الرواية دي، ومتحمس جدا اشتريها في معرض الكتاب يوم الخميس ان شاء الله. الوصية وارض النفاق من الكاتب يوسف الكرنفوري، كاتب مشهور جدا بصراحة، وهو يعني اسلوبه مميز جدا بصراحة في الكتاب. رودي اللي هو شاري كتاب جوزيف ميرفي اللي هو قوة عقلك الباطن، وبقرا فيه حاليا، فان شاء الله يعني اخلص الكتاب ده وادخل على كتاب تاني ان شاء الله، وان شاء الله خير يعني باذن الله. كتاب التغيير للافضل، الكتاب ده انا عايزه اشتريه الفتره اللي جايه عشان اطور من نفسي، بيتكلم عن التطور الذاتي. اكتر كتاب حابه اشتريه الفتره الجايه سلسله ما وراء الطبيعه الجديده بتاع الدكتور احمد خالد توفيق، يعني اخر حاجه جربتها بتاعت غرفه 207 والسلسله بتاعت احمد يونس كلها. والله انا نفسي بصراحه ان انا اشتري كتاب اللي هو الفستق الحلبي، لو تعرفه، هو كتاب حلو قوي، سمعت عنه كتير من ناس كتيره ان هو مفيد وبرضه بيفيدنا، وانا من الناس اللي قرات كتاب الاب الغني والاب الفقير. طبعا انصح الشباب كلها اللي في سن ال 16 لحد 18 19 سنه ان هم يقروه، عشان هو بجد 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 بيفيد جدا، وبيديك طاقه ايجابيه، وبيعرفك الدنيا ماشيه ازاي، بيخليك برضه في نفس الوقت ان انت تجمع فلوس ازاي. كتاب اسمه فن اللامبالاه، علشان بيعلمك ازاي تطور من نفسك، ازاي تطور من ذاتك، ازاي يبقى عندك لا مبالاه، عشان طبعا زي ما انت عارف اللي احنا هنا لازم يكون عندنا لا مبالاه. يعني الكتاب اللي عايز اشتريه الفتره الجايه ممكن يوتوبيا مثلا، دكتور احمد خالد. سلسله روايات حسن الجندي الجديده اللي هي ليلى في جهنم، دي سلسله جميله جدا، يعني انصح الناس كلها انها تشتريها، يعني حاجه كويسه. لا بتعمل فلامينكو بتاع محمد طه، دكتور محمد طه. النهارده بيودي طلاب